محمد خبرهم كيف قدر خلص الجامعة وبفضل مين قدر يقدم على ستار أكاديمي. بآخر فصل كنت بدي أجل الجامعة، أنا أبوي خلص طفر بطل معوش تفعلي، عرفتي؟ فالجامعة أنه خلص أنه صرت صار أنه فرض علي أنه بدي أخلص جامعة عشان ستار أكاديمي 5 بدي أقدم عليه. هذا الفصل أنه شو بدي أعمل، أنه خلص الجامعة لازم أخلصها، أنه أمي يعني أمي ما بقدر تغضب عني علي يعني. فأبوي راح باع سيارته قال لي خد ادفع للجامعة خلص جامعة وروح سركن. أبوي بحلم يشوفني بغني، وقتها يعني بكيت بكى أنه مش طبيعي، أنه مش ما صدقت أنه شو اللي عمله يعني. أبوي لما باع سيارته بروح مواصلات صار روح على الشغل عشان أجي على سركن. وأنا وعدت أبوي، وعدت وعد، قلت له وعد هذا عهد علي أنه يا رب الله يطول عمره، ومش السيارة اللي باعها أجيب له أحسن منها وأرفع رأسه وإن شاء الله